منصات ساحة التحرير هاشتاج يتصدر منصة التواصل الاجتماعي تزامنا مع تظاهرات اليوم. إعادة تشغيل المسرح التجريبي في جامعة الموصل، وبايدن يقود سيارة هامر كهربائية بأولى تجاربها الحية، والمزيد بهذه الحلقة من تريندينج، ابقوا معنا. البداية كالمعتاد من العراق، حيث نشط هاشتاج أمهات ساحة التحرير قبل ساعات من بدء المسيرة، والتي تنطلق اليوم الخميس في بغداد وتحمل نفس الاسم، وهي للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب والكشف عن قتلة المتظاهرين. وانتشرت مقاطع فيديو لأمهات الشهداء وهن يطالبن بالكشف عن قتلة أبنائهن ويعلن المشاركة في هذه المسيرة. نتابع. أنا مشاهد شاسم وبعلي باشر إن شاء الله ويا أمهات الشهداء ساعة التحرير. أنا أم الشهيد ريمون، أطلب من كل الثوار، أنتوا قلتونا أنه إحنا ما ننسى دماء الشهداء ولا راح نعوض دماء الشهداء. أطلب منكم أنه تطلعون مسيرة عارية لمطالبة دماء الشهداء وحقوق الشهداء. أطلب من كل أمهات الشهداء أن يطلعون مسيرة عارمة، لا تظلون ساكتين عن حقوق أولادنا. لازم نطالب بقتلة أولادنا، ونطلب من الحكومة أنه نطالب بقتلة أولادنا الشهداء التشرين. الهاشتاج شارك فيها ناشطون وصحفيون، وأطلقت كثير من التغريدات لمساندة أمهات ساحة التحرير، نستعرض بعضا منها معكم. الصحفي والباحث محمود النجار كتب: من أجل الأم العراقية الصابرة، علينا أن نبعد خلافاتنا ونركز على توحيد صفوفنا لنخرج ونناصر أمهات الشهداء والمغيبين. موعدنا الخميس في 18 من الشهر 11/2021 في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد. أحمد أيضا كتب: متى نرى القتلى خلف القضبان؟ نطالب الحكومة بمحاسبة المسؤولين على الاغتيالات التي طالت المتظاهرين والناشطين. صوت تشرين يأبى الصمت، لازلنا نريد وطن. أفراح قالت في تغريدة: الخائفون لا يصنعون الحرية، لا تنسوا أمهات الشهداء وقفوا معهم وطالبوا بمحاسبة من اغتال أفراح أعمارهن. أصعب ما في هذا الموت أن الأم تشيع ابنها وليس العكس. إلى الموصل، حيث تم إعادة افتتاح وتشغيل المسرح التجريبي لمنظومة الصوت والإضاءة في جامعة الموصل، والذي يعتبر من أكبر المسارح على مستوى العراق، وأعيد ترميمه مؤخرا من قبل منظمات وجهات حكومية. نشهد. أزمة اللاجئين العراقيين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، فقد تم نقل مجموعة كبيرة من الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بولندا عن طريق بيلاروسيا إلى العاصمة العراقية بغداد. وتوجهت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس إلى بيلاروسيا لنقل جميع العراقيين الذين لم يتمكنوا من العبور من بيلاروسيا إلى بولندا أو ليتوانيا. وكان أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس الأربعاء
تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية، ونشرت صفحة الخطوط الجوية العراقية عبر صفحتها على فيسبوك صوراً للمواطنين العراقيين الذين وصلوا إلى محطة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار مينسك لقطع تذاكر السفر للعودة إلى العراق. نشاهد. إلى الأخبار الفنية، حيث وصل الفنان كاظم الساهر إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيحيي الليلة حفلا ضمن موسم الرياض. وانتشر مقطع فيديو تم تداوله بكثرة لمعجب يقترب منه ويقبل رأسه، وظهر الإحراج على كاظم الساهر الذي أخجله تصرف هذا المعجب. نشاهد. أقول لجمهوري وين ما يكون هي السعادة أن أكون على هذه المسارح، وهي السعادة أن فعلا أقدم ليلة تليق بيهم وجمهور السعودي الرائع. طبعا إن شاء الله هتكون ليلة جميلة جدا. هل عندك شك أنك أحلى؟ نبقى في السعودية، وفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي القنصل البريطاني في السعودية يعلن فيها دخوله للإسلام واختيار اسم سيف الدين اسما له، وتم تداول صورة له أمام الكعبة وهو يؤدي مناسك العمرة. رغم تداول الفيديو مؤخرا إلى أن الفيديو ليس بجديد، فالقنصل البريطاني كان قد أشهر إسلامه منذ أشهر وأعيد نشر هذا الفيديو بعد التصريحات المسيئة للرسول من قبل الكاهن المصري زكريا بطرس. تشهد. السلام عليكم، اسمي سيف الدين أشهر، القنصل العام البريطاني في جدة هنا في المملكة العربية السعودية. وقد يكون واضحا من اسمي أنني مسلم واقتنعت الإسلام، وبكل صراحة كانت هذه أهم خطوة روحية في حياتي. وخلال هذه الفترة مع الوزارة الخارجية البريطانية أنا عملت في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك السودان، الأردن، العراق وسوريا وفي المملكة العربية. إلى الكويت، حيث تصدر اسم النائب مسلم البراك لترند لساعات طويلة في الكويت، وذلك بعد صدور عفوا أميري عنه وعودته إلى الكويت بعد أن بقي في تركيا لمدة عامين. وحظي البراك باستقبال شعب حاشد في الكويت، وتجمهر حول البراك الكثير من محبيه ومؤيديه. نشاهد. Yeah.
الأردن حزن كبير سيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل أمير الرفاعي، والذي بقي لآخر لحظة يناشد المسؤولين لإنقاذه وعلاجه. أمير توفي بمستشفى الأميرة رحمة للأطفال في مدينة إربد بعد علاج دام 11 عاماً، حيث أنه كان يعاني من مرض التليف الكيسي منذ ولادته، وانتشرت قصته منذ حوالي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر له فيديو يناشد الملك الأردني عبد الله الثاني أكثر من مرة لمساعدته وعلاجه، واشتهرت كلمته التي قالها: أنا ما حدا راضي ساعدني لأنه أبوي طفران وأنا تعبان كثير. وكان انتشر للطفل أمير فيديو بأيام الأخيرة ويظهر عليه علامات التعب الشديد ويقول: أنا عند الله رح أحكي كل إشي. نشاهد. اسمي أمير محمد علي حسن الرفاعي، أعاني من مرض تليف الكيسي. أنا تعبان كثير. أمير، أنت رسمت رئة ملونة وفيها ورد وفيها ألوان جميلة فوق تختك اللي بالمستشفى فوق السرير. ليش رسمت الرئة؟ لأني كنت أتمنى يكون رئتي زيك. ليش ما حد راضي يساعدني؟ لأني طفران، لأنه أبوي طفران. ليش ما حد راضي يساعدني يعني؟ عشان أبوي طفران مش قادر يعمل لي شيء. والد أمير صرح لصحف أردنية أنه حاول الحصول على علاج لابن المصاب بتليف الكيسي من خلال زراعة رئة له، ولكن لا يوجد في الأردن زراعة للرئة، وكان يحاول مع المسؤولين من أجل إرسال ابنه لإحدى الدول التي تبرع في زراعة الرئة مثل أمريكا أو الأرجنتين. وقال أن إصابة أمير بتليف الكيسي هي وراثة، وله 3 أبناء توفوا أيضا بنفس مرض أمير. وقال أن الإهمال والتقصير من قبل المسؤولين في وزارة الصحة بعدم متابعة علاج ابنه في الخارج كان هو السبب الرئيسي وراء وفاته، متسائلا: لو أن أمير أحد أبناء المسؤولين فكيف كان سيتم التعامل مع حالته الصحية؟ أمير نعاه الأردنيين ونشط هاشتاغ باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك سخط كبير على المسؤولين الذين لم يتجاوبوا مع مناشدات أمير المتكررة للمساعدة في علاجه، حيث كتب أحد المعلقين: كيف لمسؤول في موقع القرار أن ينام بشكل طبيعي الليلة وكان بمقدور المساعدة في علاج الطفل أمير الرفاعي؟ أنا مواطن عادي، وما حصل مع أمير أقسم بالله مزع قلبي يا أصحاب القرار، والله لا تسألون، والله سوف لا تندمون يوم لا ينفع مال ولا بنون. عماد عدنان كتب: يجب تقديم كل من رفض علاج الطفل أمير إلى المحاكمة العاجلة والفصل من الخدمة. خلاص عرفنا أصلكم، فعلى أي أساس نقبل خدمتكم إذا كانت خدمة أصلا؟ أنس الجمل أيضا كتب في تغريدة أخيرة أو كتب بمنشور عبر فيسبوك: أم الطفل أمير الرفاعي كيف راح تعوضها عن لحظة مع ابنها؟ دولة كاملة عجزت أنها تعالج ابنها، كيف بدكم تطفوا النار اللي بصدرها؟ بلد عمرها 100 سنة وتنادي بالإنجازات، ما عندها إمكانية تعالج طفل ينادي من سنين وبتحكولي الأردن؟ مشاهدينا، فاصل قصير وبعدها راجعين، ابقوا معنا. بكم من جديد. يبدو أنه قريبا سيصبح بالإمكان لمس العالم الافتراضي، فقد أعلنت شركة ميتا فيسبوك سابقا أنها في المراحل الأولى من تطوير قفازات VR من أجل الانخراط الكامل والشعور بالواقع الافتراضي. القفاز تم تطويره بواسطة الرياليتي لابس، حيث يصنعون قفازات لمسية وقابلة للتخصيص، يمكنها إعادة إنتاج الأحاسيس مثل الملمس والضغط والاهتزاز في الواقع الافتراضي. وشارك مارك زوكربيرغ مدير ميتا مقطعا مصورا وهو يرتدي القفاز التجريبي عبر حسابه عبر فيسبوك، ويقوم بتجربته مع بعض الألعاب من بينها الشطرنج.
وقامت الشركة في بيانها في بيانها أنه استمر تطوير القفاز لمدة 7 سنوات وتزويده بتقنيات حديثة تعتمد على تقنية حركة الهواء عبر أول شريحة معالجة متخصصة في معالجة تلك الحركة بدقة عالية. كما عمل الفريق على تطوير نظام متكامل من المؤثرات المرئية والمسموعة والحسية بحيث يقتنع الجهاز الإدراكي لدى المستخدم بوجود أبعاد ووزن العناصر الافتراضية داخل العالم الرقمي أمام عينيه داخل النظارة. كما زود فريق أبحاث الواقع الافتراضي النموذج الأولي من القفاز بتقنيات تسمح بتتبع حركة يد المستخدم بدقة عالية بحيث تتمكن النظارة من محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخل الواقع الافتراضي وكذلك موضعها بالنسبة للعناصر الافتراضية بدقة ليمكن ذلك تقديم تجربة واقعية لأكثر درجة ممكنة. نشاهد. جولة أخبار سريعة نبديها من الفيديو المتداول على نطاق واسع للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقود سيارة هامر كهربائية خلال قيامة برحلة تفقدية إلى مصنع جنرال موتورز للسيارات. وانتهز هذه الفرصة لاختبار سيارة هامر الكهربائية وظهر في الفيديو بايدن يصعد إلى السيارة مع أحد موظفي المصنع وانطلق بها ثم توقف قرب المراسلين وسأل هل يرغب أحد بالقفز إلى الخلف؟ سعر السيارة التي جربها الرئيس يبدأ من 178 دولار أمريكي. نشاهد. إلى الصين حيث أصغر متزلج ويبلغ من العمر 11 شهراً يمارس التزلج على الثلج بكل انسيابية وحرفية في تيانجين شرق الصين. إلى عالم السيارات حيث استعرضت فولكس فاجن أحدث سياراتها من تيروك الذي صممته لمحبي السيارات الشبابية. السيارة الجديدة تأتي بهيكل هاتشباك صغير الحجم ويتمتع هذا الهيكل بإنسيابية ويحمل لمسات مميزة منها خط الإضاءة والذي يمتد على عرض الواجهة الأمامية. وتميزت السيارة بمواصفات رياضية وجهزت بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و19 إنشاً كما زين هيكلها بعناصر من الكربون الأسود. ثبت على مؤخرة هيكلها جناح صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية وتتميز بمقصورة عصرية جديدة كلياً إذا اختلف فيها تصميم واجهة القيادة التي احتوت على نظام مولتي ميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة. كما جهز المقود بالكثير من الأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والعديد
من تقنيات المركبة بشهد. مشاهدينا حلقة اليوم انتهت، نلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقات جديدة. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. تي في إيراك، إلى اللقاء.